بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة اليوم الـ12 من عمر الكتكوت، هنوزن مع بعض ونشوف النتيجة. طب النافج عندك ايه يا عم احمد؟ بفضل الله النهاردة 12 يوم مفيش نافج. زي ما قلت لكم يا جماعة، الحلبة ما شاء الله عليها، نافج مفيش، سردة مفيش. الحلبة دي مضاد سموم رهيب جدا. اللهم صل على رسول الله. كانت 388 دخلت 400 جرام. الوزن المناسب يا جماعة تبقى ماشي كده ممتاز في 12 يوم، الجدول بيقول لك تبقى 334 جرام. الوزن المناسب 334، لأن ما شاء الله في عندنا 400 جرام وفي 350 وفي 370 وفي معدل 400 جرام أصلا. دي 330 اهي، 360، 368 ما شاء الله. اوزان ما شاء الله عليها، اوزان كلها تعتبر فوق الجدول. تلتمية تمانية وتمانين،